اليوم هذه النتائج المتدنية بالنسبة للصف الثالث متوسط، هذه تأتي ضمن أطر كثيرة وضمن سلبيات من أبرزها موضوع الخدمات الانترنت التي الآن هي أصبحت بدون رقابة بدون أي تشدد حتى على حساب العائلة العراقية. اليوم نعتقد أن هنالك أسباب كثيرة هي التي تحول دون الارتقاء بواقع النتائج الإيجابية حتى يظهر العراق اليوم في مستوى عالي بالنسبة للتعليم. اليوم في كل مفاصل التعليم هو العراق سلبي. طبعا وزارة التربية هي المسؤولة الأولى بسبب أيضا المشاكل التي هي تحول دون ذلك، من أبرزها مثلا هنالك العديد من المحاضرين، هنالك العديد من العاملين في مجال التعليم بدون رواتب. هذه طبعا تنحدر هذه الواقع على الطالب العراقي، وستكون هي من إحدى السلبيات التي من شأنها تردي النتائج. الأسباب كثيرة بصراحة. اليوم التعليم متدني في جميع المدارس، أيضا هناك يعني أسباب أخرى لربما هي الانترنت وألعاب البوبجي وغيرها من الألعاب والتطبيقات اللي نزلت على الانترنت واللي بعدت الطلاب عن القراءة. مشكلة أخرى هي الجو الحار والكهرباء وانقطاع الكهرباء والمعيشة، يعني هاي الظروف كلها اللي مر بها الطالب هي سبب رئيسي في يعني في نسبة قلة نسبة النجاح بالامتحانات. يعني بصورة عامة هو التعليم بصراحة، يعني اليوم المدارس ما تعطي حقها، الهيئات التدريسية بالمدارس أبد ما تعطي حقها للطلاب. نلاحظ أنه اعتماد على الملازم، اعتماد على الأهل، اعتماد على مرشحات وغيرها من الأمور الأخرى. تدني مستوى التعليم كله في العراق وليس على مستوى الثالث متوسط، يعني مرحلة الثالث متوسط. سببها هو أهم شيء هو المحاصصة الحزبية التي اتبعتها السياسة في اختيار الوزراء التربويين، وإضافة إلى ذلك قيام التعليم الأهلي والمدارس الأهلية أدت إلى تدني التعليم بصورة عامة على كل التربويين او الطلاب ايضا. يعني احنا خلينا ناخذها من المستوى السياسي، يعني انت تصور انت لحد الان لا وجود لوزير التربيه، زين كيف راح يكون التربيه والتعليم في العراق؟ اذا التربيه تتبع المحاصصه كيف سيكون التعليم؟ يعني اسباب هذا التدني هو قلنا يعني التطور ايضا، خلينا نقول اللوم بالعاميه على ايضا الاهل لعدم الاعتماد الكلي على الطلاب في المدارس وعزوفهم الى التعليم الأهلي، مما اضطر هؤلاء إلى يكون نسبة النجاح باعتباره وبالدخل الأهلي أخذ النجاح على عاتقه بأن هو يدفع فلوس ويأخذ النجاح. ما هذا